وسهلا فيكم أصدقائي، عم نطلع عليكم أنا وريمبو بيوم جديد وتحديات جديدة. وأكيد لازم أخبركم أنه اليوم رح نعرف مين نجم الأسبوع ومين أكثر الأصدقاء اللي شاركونا اللي رح يربح معنا كمبيوتر ماك برو. رح يكون من أكثر الأصدقاء اللي شاركوا وجاوبوا على كل الأسئلة وكانت إجاباتهم صحيحة. رح نشوف ريمبو شو مخبي لليوم من تحديات ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأصفر، وهاللون بيقول مدار أو خط جنوبي من خطوط العرض الخمسة الرئيسية التي تظهر فيها خريطة الأرض، يقع جنوب خط الاستواء وهو أقصى حد تصله أشعة الشمس عمودية في نصف الكرة الجنوبي، يقطع مجموعة من الدول أهمها أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا، كما يمر أيضا عبر أستراليا. ما اسم الخط الوهمي الذي تصله أشعة الشمس عمودية في نصف الكرة الجنوبية؟ سؤالنا كتير سهل أصدقائي، رح كرر عليكم السؤال. بيقول مدار أو خط جنوبي من خطوط العرض الخمسة الرئيسية التي تظهر في خريطة الأرض، يقع جنوب خط الاستواء وهو أقصى حد تصله أشعة الشمس العمودية في نصف الكرة الجنوبي، يقطع مجموعة من الدول أهمها أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا، كما يمر أيضا عبر أستراليا. ما هو اسم الخط الوهمي الذي تصله أشعة الشمس عمودية في نصف الكرة الجنوبية؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. رح نأخذ أول اتصال ونقول ألو. أهلاً أهلاً، كيفك حليمة؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا تمام ماشي الحال. خبريني عرفتي الجواب؟ مدار جديد. أكيد؟ أكيد. أوكي طيب، فاطمة رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو. أهلاً أهلاً فاطمة، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا تمام. خبريني عرفتي الجواب؟ مدار أكيد. أكيد. شكراً لكم حليمة وفاطمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مثل ما سمعتوا أصدقائي حليمة وفاطمة قالوا إنه الجواب هو مدار الجدي، إن شاء الله تكون صحيحة. أنتوا لسه معكم شوية وقت تقدروا من خلاله تفكروا كتير منيح لحتى نعرف شو اسم هذا الخط الوهمي اللي بتوصله أشعة الشمس عمودية في نصف الكرة الجنوبية. فكروا كتير منيح، لسه معنا شوية وقت. أكيد بتقدروا تسألوا الموجودين معكم أو حتى بتقدروا تسألوا جوجل يا ترى شو هو الجواب يا أصدقائي. مين كمان غير حليمة وفاطمة رح يشاركوا؟ أصدقائي الشلة أكيد أنا وريمبو عم نستناكم، حمزة فرح ولينا، رينادو ريتاج وريماس وديم، ومين كمان يارا، ندى، مصطفى كمان، حبيب. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي. اتصال جديد بنقول ألو. يا مساء الخير. يا أهلا وسهلا، كيفك عليا؟ أهلين. خبريني طمنيني عنك، كيفك اليوم؟ أحسن؟ الحمد لله حبيبتي، كيف حالك؟ الحمد لله أنا تمام. عليا دائماً يا رب. عرفتي الجواب؟ هي نعم. شو؟ مدار الجدي. وأكيد صح؟ أكيد. طيب راشد رح يشارك؟ هي نعم. أوكي راشد. مدار الجدي. طب كيفك؟ منيح؟ بيه. الحمد لله. شكرا لكم عليا وراشد، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه يا اصدقائي. يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ فكروا كثير منيح اصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، شاركوني كل اجاباتكم لحتى نعرف شو اسم هذا الخط الوهمي. حليمه وفاطمه وعليا وراشد شاركونا وقالوا لنا انه الاجابات مدار الجدي. يا ترى مين لسه من الاصدقاء ممكن يشاركونا؟ عفوا أصدقائي، رح أرجع أكرر عليكم المعلومة. بتقول مدار أو خط جنوبي من خطوط العرض الخمسة الرئيسية التي تظهر في خريطة الأرض، يقع جنوب خط الاستواء وهو أقصى حد تصله أشعة الشمس عمودية في نصف الكرة الجنوبي، يقطع مجموعة من الدول أهمها أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا، كما يمر أيضا عبر أستراليا. ما اسم الخط الوهمي الذي تصله أشعة الشمس عمودية في نصف الكرة الجنوبية؟ اتصال جديد بنقول ألو. ألو. مصطفى صح. اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله انا تمام. خبرني صديقي شو الجواب؟ شكرا لك مصطفى. لحد هلا يا اصدقائي كل الاجابات وحده هي مدار الجدي، يا ترى صح او خطا؟ ما بنعرف، لازم نستنى لنهايه الوقت، لسه معنا شويه وقت. تقدروا من خلال اصدقائي تشاركوني اتصالاتكم لحتى تكونوا نجوم الاسبوع. اتصال جديد بنقول الو. الو. مين معي؟
رناد سالم. أهلا وسهلا رناد، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني، عرفتي شو الجواب؟ عرفت. شو؟ مدار الجدي. طيب رناد، حدا ساعدك؟ أكيد. شكرا لك صديقتي ريتاج، رح تشارك؟ ألو ريتاج ولا جنى ولا ريم؟ ريتاج. أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ مدار الجدي. أكيد صح؟ صح. روان الشارك. تمام روان. روان ألو. أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله. خبريني روان، قد عمرك؟ 10. العمر كله. طيب عرفتي شو الجواب؟ دار جدي. أكيد؟ أكيد. شكراً لك روان. صديقاتي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مثل ما خبرتكم لحد هلأ كل الإجابات كانت مدار الجدي. يا ترى هالإجابات صح أو خطأ؟ ما بنعرف. فكروا كتير منيح أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تقدر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس الجاي وتكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين. تذكروا أصدقائي أنه تضلوا معنا لنهاية الحلقة، ممكن كتير تكونوا أنتوا أحد الرابحين ونجوم الأسبوع معنا، لأنه اليوم رح خبركم مين نجم الأسبوع. للأسف بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول: ما هو اسم الخط الوهمي الذي تصله أشعة الشمس عمودية في نصف الكرة الجنوبية؟ والجواب أكيد صح أصدقائي، مدار الجدي. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول: ظاهرة من الوهم البصري تعود إلى انكسار الضوء حيث نرى أشياء وهمية في الطريق مثل الماء أو السفينة أو غيرها. ماذا تسمى ظاهرة انكسار الضوء التي تسبب ظاهرة الوهم البصري؟ رح كرر عليكم يا أصدقائي سؤالنا، بيقول: ظاهرة من الوهم البصري تعود إلى انكسار الضوء حيث نرى أشياء وهمية في الطريق مثل الماء أو السفينة أو غيرها. ماذا تسمى ظاهرة انكسار الضوء التي تسبب ظاهرة الوهم البصري؟ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أهلا حليمة، خبريني شو الجواب؟ أنا نور، بس بدي أحكي شغلي. أوكي قولي. أنا أهني بنت أخوي حور. أوكي. عشان أخذت الميدالية الذهبية بجوجستو. ألف مبروك لحور الميدالية الذهبية. أوكي تمام، ألف مبروك حور، وأنا كمان بهنيها وريمو بهنيها، وإن شاء الله كمان نسمع حور. شاركتنا من قبل؟ إيه شاركتكم. أوكي، ألف مبروك لصديقتنا حور لكان، ومبروك لكم كمان حليمة. خبريني الجواب. السراب. أوكي، أنت عرفتي ولا أنت متذكرة؟ متذكرة. أوكي شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ يلا تمام. ألو. أهلا فاطمة، خبريني شو الجواب؟ السراب. أكيد صح؟ أكيد. شكرا لكم حليمة وفاطمة، وكمان مرة ألف مبروك لصديقتنا حور. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. ألو. أهلا مصطفى، خبرني شو الجواب؟ السراب. شكرا لك صديقي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتكون نجم الاسبوع ومن بين الرابحين. يا ترى مين لسه من الاصدقاء راح يشاركونا؟ اصدقائي، ظاهره من الوهم البصري تعود الى انكسار الضوء حيث نرى اشياء وهميه في الطريق مثل الماء او السفينه او غيرها. يا ترى يا اصدقائي شو الجواب؟ فكروا كثير مريح وتذكروا انه ريمبو سائلكم هذا السؤال من قبل، لهيك حاولوا تتذكروا شوي شو كان الجواب. ريمبو عم بحاول يعمل هيك تنشيط للذاكرة ويخبركم من جديد بهي المعلومات. تذكروا، وإذا ما كنتوا كتير متذكرين أكيد بتقدروا تسألوا الموجودين معكم، وبتقدروا تسألوا كمان جوجل. يا ترى مين من الأصدقاء رح يعرف ماذا تسمى ظاهرة انكسار الضوء التي تسبب ظاهرة الوهم البصري؟ حليمة وفاطمة ومصطفى شاركونا وكانت إجاباتهم أنه هي الظاهرة اسمها السراب. يا ترى مين كمان من الأصدقاء رح يعرفوا؟ لسه معنا شوية وقت أصدقائي، كتفوا اتصالاتكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تقدر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس القادم لتكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. أصدقائي، نجم الأسبوع اللي رح يربح معنا اليوم رح يستلم جائزة هي كمبيوتر ماك برو مقدمة من تلفزيون الفجيرة. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أهلا عليا. أهلين. خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ السراب.
أكيد؟ أكيد. أوكي عليا، راشد رح يشارك؟ لا راشد طلع. أوكي تمام، شكرا لك صديقتي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. عليا اتصال جديد ومنقول ألو. رناد سالم. أهلا وسهلا رناد، خبريني شو الجواب؟ السراب. حدا ساعدك؟ لا. أكيد؟ أكيد. أوكي مين كمان؟ رتاج. يلا تمام. ألو. أهلا رتاج، خبريني صديقتي شو الجواب؟ سراب. أنت كمان ما حدا ساعدك؟ لا. أوكي شكرا لكم صديقاتي المجتهدات، في حدا كمان رح يشارك؟ هي. ألو. يو. روان. هي. أهلا وسهلا، خبريني روان شو الجواب؟ السراب. أوكي في حدا كمان؟ لا. أوكي شكرا لكم صديقاتي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. هلا تذكرت كمان صديقنا قصي اللي كان يشاركنا، أكيد إذا عم بتشوفنا أنا ورينبو عم نستنى مشاركتك صديقي، كتف اتصالاتك وشاركنا وخبروني أصدقائي شو إجاباتكم، شو اسم الظاهرة، ظاهرة انكسار الضوء التي تسبب ظاهرة الوهم البصري. فكروا كتير منيح، لحد هلا كل الإجابات كانت وحدة وهي اسمها ظاهرة السراب، يا ترى صح أو خطأ؟ كمان ما بنعرف، لازم نستنى شوي لنهاية الوقت لحتى نعرف شو اسمها لهي الظاهرة. فكروا يا أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم ليكون عندكم فرصة تدخلوا معنا السحب نهار الخميس الجاي، ممكن تكونوا أنتم نجوم الأسبوع من بين الرابحين معنا وتحصلوا على كتير من الجوائز القيمة والحلوة، وهي الجوائز ما بتطلب منكم أبداً ولا شيء غير أنه تفكروا كتير منيح وتكتبوا اتصالاتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم من شان تقدروا تحصلوا على هاي الجوائز، وكمان تزورونا هون بالاستوديو ونتعرف عليكم أنا ورينبو شخصياً ونشوف هيك نشوفكم على الواقع، لأنه دايماً بنحكي مع بعض على الهواء. هلأ لا صار عندكم فرصة أكبر، وكل شيء كل شيء مطلوب منكم أنكم تفكروا كتير منيح وتكتبوا اتصالاتكم وتشاركوني يا أصدقائي. مين لسه من الأصدقاء هيك ممكن يعرف الجواب ويستغل الفرصة وبسرعة يتصل فينا ويشاركنا الإجابات أصدقائي؟ هي ظاهرة من الوهم البصري تعود إلى انكسار الضوء، حيث نرى أشياء وهمية في الطريق. للأسف أصدقائي بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ماذا تسمى ظاهرة انكسار الضوء والتي تسبب ظاهرة الوهم البصري؟ والجواب أكيد صح السراب. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، إجاباتكم كانت صحيحة. رينبو لسه مخبي تحديات ومفاجآت، بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. بدي أذكركم أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتكتفوا اتصالاتكم لحتى تقدروا تكونوا نجوم الأسبوع وتدخلوا معنا السحب نهار الخميس الجاي. رح نعرف رينبو شو مخبي كمان لليوم ونقول ابدأ يا رينبو. رينبو ستوب. رينبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول هو جبل في المملكة العربية السعودية يقع على الطريق بين مكة والطائف، حيث يبعد عن مكة حوالي 22 كيلومتر، تقام عنده أهم مناسك الحج والتي تسمى باسمه. ما يميزه أن الناس يتعارفون فيه من حدوده سلسلة جبال سوداء. ما هو الجبل الذي يقع في المملكة العربية السعودية وتقام فيه مناسك الحج؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي، يا ترى معنا اتصال ولا برجع بكرر عليكم المعلومة؟ رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا مصطفى، خبرني شو الجواب؟ جبل عرفة. متأكد صح؟ صح. شكرا لك مصطفى. أصدقائي مصطفى بقلكم إنه الجواب جبل عرفة، يا ترى صح أو خطأ يا أصدقائي؟ ما بنعرف. اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا حليمة، خبريني عرفتي الجواب؟ ايه. شو؟ جبل عرفة. مساعدة ولا بدون؟ بدون. أكيد؟ أخذنا بالإسلامية. أوكي برافو عليك. طيب فاطمة رح تشارك؟ ايه. تمام. ألو. أهلا فاطمة، خبريني صديقتي شو الجواب؟ جبل عرفة. أوكي هي فاطمة أكبر من حليمة صح؟ ها؟ فاطمة أكبر من حليمة صح؟ سنتين. بسنتين أكبر منا؟ ايه. أوكي طيب يعني شكلك أنت عم تساعديها ولا لا؟ أنا جربته.
انت شو؟ جدة يا جبل عرفة. اوكي تمام، شكرا لكم صديقاتي. بما انه حليمة وفاطمة كمان قالوا جبل عرفة وفاطمة زارته، فشكلهم متأكدين من الإجابة، يعني كتير عم يساعدوكم. فكروا كتير منيح أصدقاء، إن شاء الله تكون هالإجابات صحيحة. اتصال جديد من عليا، أهلا وسهلا من جديد. أهلين. خبريني عليا شو الجواب؟ جبل عرفة. أكيد صح؟ أكيد. حدا ساعدك ولا أنت لحالك عرفتي؟ أختي. أوكي تحية كتير كبيرة لها، وأكيد شكراً إلك عليا، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي. رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا كان بيقول هو جبل في المملكة العربية السعودية على الطريق بين مكة والطائف، يبعد عن مكة حوالي 22 كيلومتر، تقام عنده أهم مناسك الحج والتي تسمى باسمه. ما يميزه أن الناس يتعارفون فيه من حدوده سلسلة جبال سوداء. ما هو الجبل الذي يقع في المملكة العربية السعودية وتقام فيه مناسك الحج؟ احنا ناخذ اتصال ونقول الو. الو الو رناد، اهلا وسهلا من جديد، خبريني شو الجواب؟ جبل عرفة. طيب قولي لي مين ساعدك؟ محا. انت لحالك عرفتي؟ ايه. يا سلام، برافو عليكي رناد. في حدا رح يشارك؟ الو ريتاج. ايه. اهلا وسهلا ريتاج، خبريني شو الجواب؟ جبل عرفة. اكيد كيد. شكرا لك صديقتي. مين كمان؟ نعم روان. الف. اهلا روان، شو الجواب؟ جبل عرفة. انت كمان ما حدا ساعدك؟ ايه. يا سلام صديقاتي المجتهدات، شكرا لكم. بالشارك. مين ريماس؟ ايه. اوكي جبل عرفة. ريماس كيفك؟ طيب الحمد لله. الحمد لله، شكرا لك صديقتي. شفتوا حتى ريماس بتقلكم جبل عرفة؟ ما بنعرف، يمكن تكون هالإجابات صح ويمكن تكون خطأ. فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم، كثفوا اتصالاتكم لحتى تقدروا تكونوا نجوم الأسبوع. يا ترى معنا اتصال؟ أصدقائي وينكم؟ أنا ورين بعم نستناكم، كثفوا اتصالاتكم مثل ما خبرتكم، ليكون عندكم فرصة أكبر تقدر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس القادم وتكونوا نجوم الأسبوع. رح كرر عليكم سؤالنا كان بيقول هو جبل في المملكة العربية السعودية يقع على الطريق بين مكة والطائف، حيث يبعد عن مكة حوالي 22 كيلومتر، تقام عنده أهم مناسك الحج والتي تسمى باسمه. ما يميزه أن الناس يتعارفون فيه من حدوده سلسلة جبال سوداء. ما هو الجبل الذي يقع في المملكة العربية السعودية وتقام فيه مناسك الحج؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي، سؤالنا كتير سهل وأغلب الأصدقاء كانت إجاباتهم موحدة تقريبا، قالوا لنا أن الجواب هو جبل عرفة. يا ترى صح أو خطأ هالجواب يا أصدقائي؟ فكروا كتير منيح لحتى نقدر أنا وياكم نوصل لنهاية الوقت ونقدر نوصل كمان للجواب الصحيح. خبرنا يا ريمبو وقلنا يا ترى إذا إجاباتكم صح أو خطأ. باقي معنا شوية وقت أصدقائي، إذا ما كنتوا عارفين الجواب أكيد بتقدروا تسألوا الموجودين معكم، تقدروا كمان تسألوا جوجل أو تتذكروا إذا ما أخذين هاي المعلومة بالمدرسة. بتوقع يمكن تاخدوها بالصفوف الأولى، يمكن بالأول أو الثاني أو الثالث، هيك يعني صفوف لسه صغار بتكونوا. ففكروا كتير منيح يا أصدقائي وحاولوا تذكروا شو المعلومة، كمان حاولوا اسألوا الموجودين معكم لحتى نقدر نوصل للجواب الصحيح. هو جبل في مكة في المملكة العربية السعودية يقع على الطريق بين مكة والطائف، حيث يبعد عن مكة حوالي 22 كيلومتر، تقام عنده أهم مناسك الحج والتي تسمى باسمه. ما يميزه أن الناس يتعارفون فيه من حدوده سلسلة جبال سوداء. للأسف أصدقائي بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو الجبل الذي يقع في المملكة العربية السعودية وتقام فيه مناسك الحج؟ وأكيد الجواب جبل عرفة. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأخضر، وهاللون بيقول عالم إنجليزي يعد من أبرز علماء الفيزياء والرياضيات عبر العصور، شغل مناصب عديدة، أسس كتابه الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية، كما أثبت أن حركة الأجسام على الأرض والأجسام السماوية يمكن وصفها وفق نفس مبادئ الحركة والجاذبية. من هو العالم الإنجليزي الذي اكتشف قانون الجاذبية الأرضية؟ رح أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول
عالم إنجليزي يعد من أبرز علماء الفيزياء والرياضيات عبر العصور، شغل مناصب عديدة، أسس كتابه الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية، كما أثبت أن حركة الأجسام على الأرض والأجسام السماوية يمكن وصفها وفق نفس مبادئ الحركة والجاذبية. من هو العالم الإنجليزي الذي اكتشف قانون الجاذبية الأرضية؟ سؤال أصدقائي كتير سهل، رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو، أهلا مصطفى، خبرني شو الجواب. نيوتن. متأكد صح؟ متأكد. شكرا لك مصطفى. أصدقائي جاوبنا مصطفى وقال إنه الجواب إسحاق نيوتن. بتوقع كمان حليمة عندها خبرة كتير كبيرة بأسماء كل العلماء. وينك يا حليمة؟ أنا وريم بعم نستنى جوابك. يا ترى في اتصال يا أصدقائي ولا لا؟ فكروا كتير منيح وكتبوا اتصالاتكم، شاركوني كل إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تقدروا تدخلوا السحب. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو، أهلا حليمة، خبريني شو الجواب. ليش زعلتي؟ أجاوب قبلي. مو مشكلة مو مشكلة. شوفي بس أنا بعرف إنك أنت عندك معلومات كافية ووافية عن أسماء العلماء. خبريني شو الجواب. إسحاق نيوتن هو اللي اخترع المنشور. بعد هو اللي اخترع شو؟ المنشور. أوكي طيب، الجاذبية الأرضية. بعد هلا أنا عندي سؤال، أنت كتبي أسماء كل العلماء ولا حافظتيهم ولا درستيهم؟ أنا بشوف على جوجل هالشكل يعني. أوكي برافو عليكي. طيب فاطمة رح تشارك؟ إيه يلا. تمام. ألو، أهلا فاطمة، خبريني صديقتي شو الجواب. نيوتن. شكرا لك فاطمة، وأكيد شكرا لحليمة. حلو كتير إنه كل واحد فينا يكون عنده هيك اهتمامات، عنده أشياء بحبها، بحب يعرف عنا كل شيء. يعني شوفوا أي سؤال بخص العلماء أنا بعرف دايما إنه حليمة عندها الجواب. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو، أهلا عليا، خبريني صديقتي شو الجواب. إسحاق نيوتن معروف كتير صح؟ طبعاً. شكراً لك عليا، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقتي وتكوني نجمة الأسبوع. الصراحة أنا وريمبو بنتمنى كلكم تكونوا نجوم الأسبوع لشيء واحد بس، إنكم تكونوا موجودين معنا بالاستوديو نقدر نتعرف عليكم هيك وجهاً لوجه وقدر شوفكم أقرب. يمكن أكيد رح كون كتير مبسوطة من وجودكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو 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 ألو، أهلاً دناد، خبريني شو الجواب؟ إسحاق نيوتن. طب قولي لي، ما بقول لحدا، في حدا ساعدك؟ لا. أكيد؟ أكيد. يا الله رينات أنت كتير شطورة. خبريني في حدا رح يشارك كمان؟ إيه. يلا تمام. ألو؟ ريتاج. إيه. أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ إسحاق نيوتن. حدا ساعدك صح؟ لا. أوكي طيب برافو عليكم. مين كمان رح يشارك؟ روان. يلا تمام. ألو، أهلا روان، خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ إسحاق نيوتن. أكيد أكيد. شكرا لك روان. مين لسه بتشارك؟ أوكي. ألو، أيوة ريماس، شو الجواب؟ إسحاق نيوتن. شكرا لكم صديقاتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. لسه معنا اصدقائي حوالي دقيقتين، فكروا كثير منيح وكتبوا اتصالاتكم. يا ترى في لسه هيك حدا من الاصدقاء رح يشاركنا، حدا جديد ممكن نتعرف عليه، او حدا من الاصدقاء من عائله ريمبو اللي تعودنا دائما يشاركونا. هلا الأسبوع يمكن الشلة مو مبينة، وأنا بحس بيعملوا هيك كتير جو حماس بالبرنامج. أنا وريمبو كتير اشتقنا لكم واشتقنا إنكم ترجعوا تشاركونا. فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، يا ترى مين ممكن لسه من الأصدقاء يعرفوا الجواب ويشاركونا؟ مصطفى، حليمة، وفاطمة، عليا، رناد، وريتاج قالوا لنا إنه جواب إسحاق نيوتن. مو بس رناد وريتاج، كمان روان وريماس قالوا لنا إنه جواب إسحاق نيوتن. ما بنعرف إذا هذا الجواب صح أو خطأ، باقي معنا شوية وقت لحتى ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال وريمبو يخبرنا شو الجواب الصحيح. من هو العالم الإنجليزي الذي اكتشف قانون الجاذبية الأرضية؟
تفكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم. رح أخبركم شوية معلومات عن هذا العالم. هو عالم إنجليزي يعد من أبرز علماء الفيزياء والرياضيات عبر العصور، شغل مناصب عديدة، أسس كتابه الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية، كما أثبت أن حركة الأجسام على الأرض والأجسام السماوية يمكن وصفها وفق نفس مبادئ الحركة والجاذبية. من هو العالم الإنجليزي الذي اكتشف قانون الجاذبية الأرضية؟ وقالت لنا كمان فاطمة حليمة أنه اكتشف المنشور. يا ترى يا أصدقائي إجاباتكم صح أو خطأ؟ باقي معنا شوية وقت، فكروا كتير منيح أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم لحتى أعرف إذا قدرتوا توصلوا لهذا العالم. للأسف بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال. وانتهى الوقت أصدقائي. سؤالنا كان بيقول من هو العالم الإنجليزي الذي اكتشف قانون الجاذبية الأرضية؟ والجواب أكيد صح، إسحاق نيوتن. ألف مبروك لكل اللي شاركونا أصدقائي. ريمبو لسه مخبي معلومة وحدة ومفاجأة بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. باقي معلومة واحدة مخبلنا يا ريمبو، رح نعرف شو هي ونقول. ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول باخرة ضخمة غرقت في شمال المحيط الأطلسي عام 1912، وذلك بسبب اصطدامها بجبل جليدي أدى إلى غرقها بعد 2:40 من الحادثة، وراح ضحيتها أكثر من 1500 شخص، حيث صنفت من أبشع الحوادث البحرية. ما اسم الباخرة الضخمة التي غرقت بسبب اصطدامها بجبل جليدي في المحيط الأطلسي؟ رح ناخذ أول اتصال يا أصدقائي ونقول ألو. 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 أهلا مصطفى، خبرني شو الجواب. تايتانيك. أكيد. أكيد. شكرا لك مصطفى. كمان اتصال ونقول ألو. 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 أهلا حليمة. شو الجواب صديقتي؟ تايتانيك. أكيد. أكيد. حضرتي الفيلم أكيد صح؟ مليون مرة. أنا بتخيل ما في حدا على وجه الكوكب ما حضر هذا الفيلم. طيب فاطمة رح تشارك؟ ايه. ماما بتقول لك روز وجاك. ما هي هون المشكلة انه اكثر من 1500 شخص ونحن مش عارفين غير روز وجاك. ايه. اوكي سلمين كثير على الماما كمان. اوكي خلينا ناخذ جواب من فاطمة. جود نايت. اهلا فاطمة، شو الجواب يا صديقتي؟ شكرا لك فاطمة، وأكيد شكرا لمشاركاتكم الدائمة معنا صديقاتي المقربات المحبوبات، لأن كتير بحبكم حليمة وفاطمة. أكيد أنا وريمبو منستنى مشاركاتكم نهار الأحد. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وخبروني شو اسم هاي السفينة اللي غرقت عام 1912، وبتخيل كل الناس تعرفها وكل الناس حضرت الفيلم اللي حكى لنا هاي القصة. رح ناخد اتصال جديد ونقول ألو. 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 عليا أهلا وسهلا. أهلين. خبريني شو الجواب. سفينة تايتانيك. أكيد. أكيد. شكرا لك عليا، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم. مين ممكن كمان يشاركنا ويخبرنا شو اسمه شو اسمها هاي السفينة اللي غرقت، وشو اسم، لا مو شو اسم الفيلم، اسم الفيلم على اسم السفينة. خبروني إذا حضرتوا الفيلم أو لا، أو خبروني إذا ما حضرتوا الفيلم لأنه أكيد كلكم حضرتوه. إذا هيك في شي حدا رح يطلع غير ويقول لي ما حضرت الفيلم. فكروا كتير منيح أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، شاركوني كل إجاباتكم. بتخيل كمان هذا الفيلم يمكن من أكثر الأفلام اللي أخذ جوائز أوسكار، بتوقع يمكن شي 13 جائزة أخذوا عليه، مش متذكرة كتير الرقم، بس فعلا كان من الأفلام اللي أخذت كتير من الجوائز. رح نرجع للسؤال الأساسي اللي هو أصلا قبل الفيلم.
باخرة ضخمة غرقت في شمال المحيط الأطلسي عام 1912، وذلك بسبب اصطدامها بجبل جليدي أدى إلى غرقها بعد 2:40 من الحادثة، وراح ضحيتها أكثر من 1500 ضحية أو 1500 شخص، حيث صنفت من أبشع الحوادث البحرية. فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، شاركونا مصطفى حليمة فاطمة وعليا وقالوا لنا أن الجواب هو التايتانيك. يا ترى صح أو خطأ يا أصدقائي؟ ما منعرف. هلأ كمان بتوقع أن في أخبار بتقول أنه قريباً رح يعملوا سفينة بتحمل نفس الاسم ويعيدوا نفس الرحلة. نتمنى لهم كل التوفيق وما ترجع تغرق السفينة أكيد، لأنه كانت يعني كان في على سطح السفينة كتير ناس، ويمكن اللي قدروا يكونوا من الناجين أو قدروا يكملوا حياتهم كان عددهم كتير قليل مقارنة بالضحايا اللي ماتت. فكروا كتير منيح أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، شاركوني كل إجاباتكم وخبرونا شو اسم هاي السفينة اللي غرقت عام 1912. يا ترى مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كتير منيح، أنا فكرة كتير متحمسة لحتى أعرف مين نجم الأسبوع ومين اللي رح يربح معنا لليوم. لازم خبركم أن نجم الأسبوع هو مو بس أكتر حدا شارك، أكتر حدا كمان كانت إجاباته صحيحة، ويمكن من الأشخاص اللي كانوا من أوائل الناس اللي جاوبوا. فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، يا ترى مين رح يشاركنا كمان، مين رح يستغل الوقت الباقي معنا ويخبرنا شو اسم هاي السفينة اللي غرقت عام 1912. فكروا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، هي باخرة ضخمة غرقت في شمال المحيط الأطلسي عام 1912 بسبب اصطدامها بجبل جليدي أدى إلى غرقها بعد 2:40 من الحادث، ورح ضحيتها أكثر من 1500 شخص، صنفت من أبشع الحوادث البحرية. يا ترى شو اسمها هي السفينة يا أصدقائي؟ فكروا كتير منيح. أنا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم، للأسف رح نبدأ نوصل لنهاية الوقت. فكروا كتير منيح يا أصدقائي، رح نعرف الجواب بعدين نطلع بريك سريع بعدين نعرف مين هو نجم الأسبوع. فكروا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، للأسف أنا اليوم ما حيكون معي ضيف يشاركني السحب. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو ألو رنات، خبريني بسرعة الجواب. تايتانيك. شكرا لك رنات، كنت اخر المشاركين معنا اصدقائي. سؤالنا كان بيقول ما هو اسم الباخره الضخمه التي غرقت بسبب اصطدامها بجبل جليدي في المحيط الاطلسي؟ واكيد الجواب التايتانيك. الف مبروك لكل اللي شاركونا، اجاباتكم كانت صحيحه. رح نطلع بريك ونرجع. ألفاً أصدقائي لحتى نعرف مين نجم الأسبوع ومين الرابح معنا كان لهذا الأسبوع، أكثر الأشخاص اللي شاركونا وكانت إجاباتهم صحيحة طبعاً. رح نشوف يا ترى مين. يا أصدقائي أوكي كانت أصلاً معلقة، رح ناخذ اللون الأسود ونشوف مين اللي رابح معنا. اللي رابح، ألف مبروك صديقي مصطفى من الفجيرة، أنت كنت رابح معنا، ربحت معنا كمبيوتر ماك برو. ألف مبروك لمشاركتك، وأكيد كل الأصدقاء بتمنى لكم حظ أوفر وأحسن. للأسف أصدقائي هون بيوصل مشوارنا معكم للنهاية، لا تنسوا أبدا تكونوا معنا نهاري الأحد بنفس الموعد. أنا وريمبو بنحبكم كتير، هلأ ثروتنا لكم، باي باي.